وجميع تكاليف إنشاء مسجد النجاشي رضي الله عنه. أغرينا ودنا جينا بركنا إثيوبيا لنا بركنا جنا عمدة أديس أبابا السيدة أدانة شبيبي زاري مسرة دنجاي زيت على بيت بوتا بكتماتين جيبتام وساني هنا يلمات بوتانا ትምርት ቤቱ የገቢ ማስገኛ ሆኖ እንዲያገለግል እጅግ ትልቅ ህንጻ ሊሰራበት ነው نتضامن مع ان من اجل ان نقدم مثل هذه الاعمال نتضامن من اجل ان نحقق معنى الاخوه باሶስታችን እጅ መሰረተ ድንጋው ተቀምጧል በአላህ ፍቃድ በአላህ ፍቃድ አራተኛችን አላህ ነውና ይሰራል ያልቃል ኢንሻአላህ شاونو مودو هالا مودو هالا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا بكم في دار ومقر مركز الأولياء اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد صاحب المحاضر
الضيف الكريم، الضيف الأكرم، معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم عيسى والوفد المرافق، أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجالس الأقاليم وجميع الحاضرين، فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحقيقة لساني ما يستطيع أن يعبر مدى فرحنا ومدى سرورنا بالله وفي الله في الدنيا وفي الآخرة. فضيفنا الكريم الذي عزمنا الله به، الذي اعتزت أرض الحبشة وأرض إثيوبيا وتشرفت به بعد وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة ما يأتينا ضيف أكبر وأكرم من هذه الضيوف. ما يأتينا حامل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا ضيوف الناس فقط بل هم ضيوف الله. يكفيني أدرى رجي يهجرين قوانقا ينافق أن يعلن ما تو ألشلم هجرين لني ودنج يني بركنج إثيوبيا لني بركنج نا يبركي قوانقا سلام منافق أي ببركي يقوانقا ያልኩትን ነገር አጣራርገ ሌላ አስተርጓሚ ሳስፈልግ እንሻለኝ አልባካችሁ። አዎ ሌላ አስተርጓሚ ሳስፈልግ በራሴ ሊተርብ ሙተጅብ ብለስ ያለ ማቁቱ ጋር ሙጀዘን ያን ሙሽታቁ ልገ ሉጋተል መህሊየ ሉጋተ ኡሚ ወአቢ ዛሬ ፍለፊታችን የምታዩ ታላቁ እንግዳ ወነትም ታላቅ እንግዳ ነው። እንዴት ብትሉ አዶንያን የተሸከመ ሀብትን የተሸከመ እንግዳ ሳይሆን ድንን የተሸከመ እንግዳ ነውና እንዲህ አለ ሰፊ ወፍ مملكة العربية السعودية كصحابوتي بهالا سفي وفدي متابت بتاريكا تشينجيز النبر الله سلازي بزو بلاولا تاوچ ناچو اچين يا اوليا مركز يا مسرطوت مسرطو بيچا سابقو يهنن يمتايون هولو يغنبوت بمحل دامو አዎ ያቋረጡት ልበልና ያቋረጡት ንብረትነቱ የነሱ ነውና ካቋረጣችሁ ብዙ ጊዜ ይሆናል ብዙ ለፍተን ይበታል ብዙ ወጪ አውጥተን ይበታል ያለፈው ወጪ ክፈሉ አንል ለምቀጥለው ግን ከአሁኑ ሰዓት ጀምራችሁ ተረከቡ ነው አልኩኝ። ያለፈውን ሳናስከፍላችሁ
ومكفل نبرة باتشو بايكا في روم مجلس الناس في اللاجئونا كذلك ساعات جمروغن يراسا اتشو نبرات واسدا اتشو مولو اند تركبوننا تاقا قزن أوليان ولمن ملكته إن شاء الله تعالى إرقات عند التدرس بيجينا تنقلكم سلزي بزو على رزان ناقزي لن منا أزي تولا دماكم يقدد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولية لها قدم قدم في إنتاج خير. أولية منذ أن أسست خرجت ما يقارب 50,000 طالب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورعى أحمد حسين حمد الله تعالى تعليم اللغة العربية والتقنية الإسلامية نائب الجامعات العربية للمسلمين قبل مبلغ قضاه من أولياء الله. وعندما أخذ عدد التلاميذ في الازدياد إثر تنامي رغبة المسلمين في تعلم اللغة العربية والتربية الإسلامية استأجر مبنى بحي مركاتو وسط العاصمة أديس أبابا وجهزه لمقاعد للطلاب ووظف عددا من المعلمين وحول الكتاب إلى مدرسة خاصة. ثم في عام 1961 للميلاد انتقلت المدرسة إلى حي بياسة بلدية أديس أبابا. تدرجت المدرسة في التطور تم الاعتراف بها عام 1972 للميلاد وبدأ تدريس المنهج الحكومي إلى جانب مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية. وفي أثناء ذلك سافر الأستاذ أحمد حسين مدير المدرسة آنذاك إلى المملكة العربية السعودية في عهد المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأداء فريضة الحج. التقى بمعالي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وشرح له وضع المدرسة. جاء إلينا رجل مبارك اسمه الشيخ عبد الرحمن بن مبارك أبو دجين. عبر الأولية وقال الأولية من المهد إلى اللحد. يقول هذا مركز يستحق الإنفاق. من أراد أن يحسن إلى مسلم إثيوبيا فليحسن إلى الأولية. كلمة وجيزة. والآن نشرع إلى مشاهدة النشيد الترحيبي يباشره أطفال الأولية. الزائري بخيرة المجال للسادة المبجل تحية الإجلال. يا مرحبا بالزائري بخيرة المجال للسادة المبجل تحية الإجلال. قدرتمونا كلكم وجئتمونا ها هنا. قدرتمونا كلكم وجئتمونا ها هنا. شكرا لكم أهلا بكم شكرا لكم أهلا بكم. مرحبكم في جمعنا مرحبكم في جمعنا. سماؤنا قد أشرقت بنوركم أبطالنا. يا مرحبا بالزائرين بخيرة الرجال للسادة المبجل تحية الإجلال. يا مرحبا بالزائرين بخيرة الرجال للسادة المبجل تحية الإجلال. يا مرحبا بالزائرين بخيرة الرجال للسادة المبجل تحية الإجلال. سماؤنا قد أشرقت بنوركم أبطالنا. ثغورنا تبسمت ثغورنا تبسمت واستبشرت قلوبنا واستبشرت قلوبنا. نحن الصغار نقتدي بكم يا سادتنا. أعمالكم أقوالكم أعمالكم أقوالكم تنير دوما دربنا تنير دوما دربنا. يا مرحبا بالزائرين بخيرة الرجال للسادة المبجل تحية الإجلال. يا مرحبا بالزائرين بخيرة الرجال للسادة المبجل تحية الإجلال. أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى من والاه. أما بعد، صاحب السماحة الشيخ الفاضل شيخ الإسلام في هذه الديار الطيبة الشيخ حجي إبراهيم، أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها الجمع الطيب المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون في رحابكم في هذا البلد الطيب، بلد الهجرتين، بلد احتضن رسالة الإسلام من عاديات الظلم والاضطهاد والقهر، فكان له تاريخ في وجدان كل مسلم. هذا التاريخ نفتخر به وهو ملهم للجميع. في هذه الديار الطيبة بلاد الهجرتين أثيوبيا، نسعد أن نكون معكم لنلتقيكم ونتبادل معكم في كل ما يهمنا جميعا. ونحن جميعا في هذه المؤسسة التي سعدنا كثيرا بنموها واضطرادها، وأيضا بالأفق الكبير الذي انتهت إليه، وقد استمعنا إلى كلمات صاحب السماحة الشيخ حجي إبراهيم وهو يصف النشأة الأولى لهذه المؤسسة وما مرت به، فهي مؤسسة مباركة وهي الأولية لفظا ومعنى، وستستمر كذلك الأولية. ورابطة العالم الإسلامي تسعد بأداء واجبها في الاستمرار بدعم الأولية في كل ما تحتاجه، ونقدر ونثمن الجهود المباركة التي يطلع بها فضيلة سماحة الشيخ في النهوض بكل ما من شأنه تقديم الخدمة للإسلام والمسلمين وأيضا لبقية أبناء أثيوبيا، لأن الإسلام رحمة للعالمين. الإسلام يضيء للجميع، الإسلام خير كله، ولهذا نقدر الجهود التي يقوم بها المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة سماحته، ونقدر أيضا العناية والمتابعة في كل ما من شأنه دعم الوئام المجتمعي في بلد يمثل أنموذجا رائعا للتعايش والاحترام المتبادل بين الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على القيم الإثيوبية العالية وعلى الوعي الديني. ونحن نقول بأن هناك دولا عدة حول العالم لديها تنوع ديني وإثني، ولكن هناك دول تعد في الطليعة
في ذلكم الوئام والتعايش والاحترام. وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية من بين تلك الطليعة، والحمد لله على فضله. هذا يدل على القيم الإثيوبية ويدل على الوعي الديني، وهذا في صالح الجميع، ولا بد أن نحرص عليه وأن نواجه جميعا أي أفكار دخيلة على هذه القيم، على هذا الوعي الديني، وبالتالي نرفضها لأن قيمنا ترفضها، لأن ديننا يرفضها. نحن في رابطة العالم الإسلامي نعتز بأننا نقدم الخدمة للإسلام والمسلمين، ونقدم الخدمة كذلك للإنسانية جمعاء. نعم، نقدم الخدمة للجميع من مسلمين وغير مسلمين، وهذه هي قيم الإسلام، هذه هي قيم الإسلام. والمسلم حيثما كان هو خير، المسلم حيثما كان هو واسطة لكل ما من شأنه البناء والتعاون والتآلف والتحاب. في عالمنا الإسلامي تاريخ طويل، ولكن من بين أهم فصول هذا التاريخ ما صار من الهجرتين لهذه البلاد المباركة. ونحن نقدر ما قام به ذلكم الملك الصالح، ما قام به من احتضان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول بأن من هم على أرض إثيوبيا من مسلمين وغير مسلمين هم من أحفاد ذلكم الملك الصالح، والذي قال عنه نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يظلم عنده أحد. نقدر هذه المشاعر ونبادلكم المشاعر نفسها، ونحن في رابطة العالم الإسلامي عندما نتشرف بهذا الحضور ونتشرف بالتبادل والتفاعل مع إخواننا، فإننا نقوم بواجب إسلامي وبمحبة قلبية نحوكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا نافعة ولوجهه الكريم خالصة، وأن يبارك في هذه المؤسسة الأولية ويجعلها خيرا على الجميع، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما نسأله سبحانه أن يعيننا ويوفقنا ويسدد خطانا، وأن يدلنا على خير أمرنا ويلهمنا رشدنا وصوابنا. نسأله جل وعلا أن يسدد كل خطو نخطوه فيما فيه صالح الإسلام والمسلمين وصالح الإنسانية جمعاء، لأن الإنسانية بحاجة إلى أن تتآلف، إلى أن تكون أقرب إلى بعض، وهي بهذا تبني سلامة وتبني وئام مجتمعاتها، وهي مسؤولية الجميع، والمسلم الحق يدرك ذلك ويعمل به. سدد الله الخطى وبارك المساعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا، الله أكبر الله أكبر. نتشرف ببقاء معالي الدكتور والشيخ الدكتور الحاج
لاستلام هدايا بسيطة من إدارة مؤسسة الأولية. تنش يا أولية أستاذر يميستو هدية على سطوة الله السود لما قبل وستحجن ديكويو نتيك أتوالر مرحبا كزيف بمكتل كسطوة بمكتل زيارة سلم يادرقو مانم يا ميديا سو ما نتنو بيتش اللي تطبقون نتيك أتوالر مرحبا. هناك مرحبا إهداء من مؤسسة الأولية للإغاثة والتنمية في أرض الهجرتين إثيوبيا التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أرض صدق إلى معالي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. خيرا مرحبا. أيضا نرحب بمرافقي الدكتور بمرافق الدكتور إلى المنصة شيخنا الفاضل الدكتور عبد العزيز. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مرحبا مرحبا مرحبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مرحبا. الله أكبر. الله أكبر. خير. هذه تسمى بردة. بردة إثيوبية. لا يخشى لا تخشى البرودة معها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هناك مفاجأة. هناك مفاجأة للإثيوبيين. هناك مفاجأة للإثيوبيين. يتلفظ بها معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم. الله أكبر. بسم الله. أحب أن أشير إلى أنه انطلاقا من واجب رابطة العالم الإسلامي فإنها تقرر قيامها بالأعمال اللازمة لبناء وجميع تكاليف إنشاء مسجد النجاشي رضي الله عنه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
ورحمة الله وبركاته. الذي يبقني إن الله الحمد لله رب العالمين. እንግዲህ አሁን አዲስ ነገር አይደለም እዛ ተነጋግረን የጨረስነው ጉዳይ ስለሆነ አዲስ ነገር የሚሆነው ክብርት ካንትባችን ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የኔ ልጅ ናት። አላሁ አክበር። እርግጠኛ ነኝ ግድ የለም አትጠራጠሩ። ስለሲ ለሷ ክብር ስንል ነው አሁን እንግዲህ እዚህ የቆምነው። ባሶስታችን እጅ መሰረተ ድንጋው ተቀምጧል። በአላህ ፍቃድ በአላህ ፍቃድ አራተኛችን አላህ ነውና ይሰራል ያልቃል ኢንሻአላህ። ስለዚህ ክብርት ልጄ ማታ ትመርቃል። የተከበሩ ዶክተር መሐመድ አብዱል ከሪም የዓለም የሙስሊሞች ሊግ ዋና ጸሐፊ የተከበሩ ሼህ ሀጂ ኢብራሂም የኢትዮጵያ ፍብና ጉዳዮች ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሼህ ሱልጣን የአዲስ አበባ ፍብና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶች እዚህ ተገኛችሁ ሁሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። ከሁሉ በላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ሆና እንደዚህ በአጋር ወንድማማች ሀገራት መጎብኘት አብረን መስራት ትብብራችንን ማጠናከር ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ትርጉም አለው። ከዛም አልፎ ደግሞ ዛሬ መሰረተ ድንጋይ እዚህ የተጣለበት ቦታ በከተማችን እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ የልማት ቦታ ነው። በትምህርት ቤት እንደስ ያገለግል ነበር። ይሄንን በትምህርት ቤት ሲያገለግል የነበረውን ዛሬ ትምህርት ቤቱ ቀጣይነት እንዲኖረው የትውልድ ቀረጻ ስራችን ከቀድሞ በላይ ውጤታማ መሆን እንዲችል ለትምህርት ቤቱ የገቢ ማስገኛ ሆኖ እንዲያገለግል እጅግ ትልቅ ህንጻ ሊሰራበት ነው። ከዛም አልፎ ይሄ ህንጻ ለከተማችን ውበት ነው፣ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ይሄንን አካባቢ ይቀይራል። እንደምታዩት እዚህ በቅርብ ላይ ከንቲባ ጽፈት ቤት አለ። ወደ ማዶ ደግሞ ስትሻገሩ የአድዋ ሙዚየም ፕሮጀክት አለ። እጅግ በጣም ታሪካዊ የሆነ ተስፋ ያለው ቦታ ነው። ጀግኖች እዚህ ጋር የሚታዩበት የእነ አቡነ ጴጥሮስ ታሪካዊ መታሰቢያ የተደረገበት ቦታ ነው። ይሄ ህንጻ ደግሞ ሲጨመርበት እጅግ በጣም ትልቅ ትርጉም ባለው ደረጃ መሰረት ያለው ልማት የሚሰራበት ይሆናል። ይበልጥ ደግሞ የወንድማማችነት የአብሮነት ፕሮጀክት ሆኖ እንደ ትስስራችን እንደሚያጠናክረው እርግጠኛ ሆናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ላስተባበራችሁ ለሰራችሁት ሁሉ እጅግ አድርጌ ማመስገን ወዳለሁ። I would like to extend my thanks on behalf of Addis Ababa City Administration and myself. This project will be, I believe, a symbol of our solidarity. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي عمدة أديس أبابا السيدة أدانت شبيبي، سماحة الشيخ حجي إبراهيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أصحاب الفضيلة أصحاب المعالي الحضور الكريم، يسعدنا جميعا أن نعمل معا من أجل خدمة الإنسان، من أجل نفع الجميع، من أجل أن نتضامن كما أشارت قبل قليل في حديث ثنائي معالي العمدة في أن هذا الأمر يعزز التضامن، وأشارت إلى ذلك في كلمتها قبل قليل، وهو أننا بحاجة إلى هذا التضامن. نعم، نتضامن من أجل أن نعمل الخير، نتضامن من أجل أن نقدم مثل هذه الأعمال، نتضامن من أجل أن نحقق معنى الأخوة، من أجل أن نحقق معنى الإنسانية، من أجل أن نحقق العمل المشترك
من أجلنا جميعا عندما نعمل ذلك، ويكون هذا من صميم قلوبنا، عندئذ نقدم ما يجب أن نقدمه نحو الجميع من وجدان صادق يحقق ما أشرت إليه قبل قليل من راسخ الأخوة وراسخ المحبة وراسخ الإنسانية التي يجب أن نتمثل معناها الكبير ومعناها الواسع والشامل، نحقق من أجل أن نحقق في المجتمعات الوطنية حول العالم معنى المواطنة الشاملة، معنى التضامن الوطني، معنى الوئام الوطني، معنى الاحترام الوطني، معنى العمل الوطني المشترك. لا أحب أن أطيل عليكم، أقدر الكلمات الطيبة التي سمعتها قبل قليل، وأسأل الله عز وجل أن يباركها في هذا العمل، وأشكر على وجه الخصوص عمدة أديس أبابا على اهتمامها بهذا العمل، وأقدر أيضا للمجلس الإسلامي الأعلى ممثلا في سماحة رئيس المجلس الشيخ حجي إبراهيم ما يقوم به من جهود. شكرا للجميع. Thank you for you. السلام عليكم. باشرو يتناقرون النجار للمجلس كورت كنتيبان بتعامل مسكنوال نزهم دجمو يستلال لفوت الملكتن أنيم بتعامل دجمو علىو لسولي جوج أبرن سرالن لسولي جمتك بيتين يوم بطالي بجارم قمالن إنن من النجاروجن خلب باشنو بتلي زي كتمالي لما تدركوت نجار كورت كنتيبا يا كتما كنتيبا ميادركوتن مجلس وغار هنو የሰሩ ያሉት ነገር እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነገር ነው። በአጠቃላይ ለሰው ልጅ የምንሰራው መልካም ነገር ሰዎች በጋራ ተባብሮ በአንድ ሀገር ያንድ ሀገርነት ስሜት ኑሯቸው ወንድማማችነት እህትማማችነት ስሜት ኑሯቸው እንድሰሩ አብሮ እንድኖሩ ያሳያችሁ ያላችሁት ነገር እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ያው ሰመሪውን ነው የተረጎምኩት። አመሰግናለሁ ብለዋል። ሰላም አለይኩም።